يؤكد مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية طلال بن أحمد السعدي استعداد الوزارة التام للانتخابات، معرباً عن أمله بأن يكون هنالك إقبال من الناخبين. ويشير السعدي إلى أنه لا يمكن إعطاء موعد محدد لظهور نتائج الانتخابات، ولكنه يؤكد أنها ستكون في وقت قياسي ومناسب. ويوضح السعدي أن هناك العديد من التسهيلات المقدمة للناخبين ليوم التصويت، منها بناء الخطة لأجهزة المراكز الانتخابية بحيث تراعي كثافة الناخبين.